طلابنا الحلوين، يعطيكم العافية. أنا معكم مس كوثار من مدرسة البرنامج الجديد. اليوم بدنا نقوم بمراجعة قابلية القسمة على 4 6 9. أول شيء بدنا ناخذ قابلية القسمة على 6. قابلية القسمة على 6 بتتكون من شقين، يعني ما بقدر أنا يكون في قانون للقانون على 6. تتكون من شقين، الستة إنها قابلية القسمة على 2، قابلية القسمة على 3. هسا إن قبل على 2 وقبل على 3 معناته بيقبل على 6، إن واحد فيهم ما قبل معناته ما بيقبل على 6. نبلش أول شيء نحكي عن قابلية القسمة على 2 وعن قابلية القسمة على 3 عشان نستنتج قابلية القسمة على 6. باجي بحكي يقبل عدد القسمة على 2 إذا كانت آحاد عدد زوجي، يعني بتبلش 0 2 4 6 8. لازم الأحاد تبلش 0 2 4 6 8. يعني لو جيت حكيت هنا 2758، هاي الأحاد 8، إذا يقبل القسمة على 2؟ نعم يقبل. طب هون 489، الأحاد 9، يقبل القسمة على 2؟ هل هي زوجي؟ لا، إذا لا يقبل القسمة على 2. 636، الأحاد 6، تقبل القسمة على 2؟ نعم تقبل. 54، أحادها 4، هل تقبل القسمة على 2؟ نعم تقبل. طيب باجي لقابلية القسمة على 3، يقبل عدد القسمة على 3 إذا كانت مجموع أرقامه تقبل القسمة على 3، يعني بقعد أجمع رقم رقم، 1 زائد 1 زائد 1 3، 3 زائد 3 6، زائد 3 9، 2 زائد 7 9، 1 زائد 1 زائد 1 3 تقبل، 3 زائد 3 زائد 3 9 تقبل، 7 زائد 2 9 تقبل، 3 زائد 1 4 زائد 5 9 يقبل. إذا هسه لما هون كون يقبل وهون يقبل، إذا يقبل القسمة على 6، لا يقبل ويقبل، بما إنه في واحد فيهم لا يقبل إذا لا يقبل القسمة على 9. يقبل ويقبل، إذا هون يقبل على 6، يقبل ويقبل، إذا يقبل على 6، إذا يقبل على 6. إذا كمان مرة، يقبل عدد القسمة على 6 إذا قبل على 2 وإذا قبل على 3. لما يقبل هون ويقبل هون إذا يقبل القسمة على 6، إذا ما إذا في واحد فيهم ما قبل إذا لا يقبل القسمة على 6. يعني في مثلا نعملها بصح وخطأ، أنه هون صح وصح، إذا صح. عندنا هون خطأ، عندنا هون صح، إذا هون خطأ. هون صح وهون صح، إذا هون صح. هون صح هون صح، إذا هون صح. تمام. إذا كمان مرة، يقبل القسمة العدد على 6 إذا قبل القسمة على 2 وإذا قبل القسمة على 3. إذا قبل على الجهتين إذا يقبل على 6، إذا في واحدة فيهن ما قبل إذا لا يقبل القسمة على 6. نيجي لهون قابلية القسمة على 4. القسمة على 4 بشوف عنا الآحاد والعشرات إذا بتقبل القسمة على 4 ولا لا. عندي هون 86، بتقبل القسمة على 4؟ لا، لأنه بضل عندي باقي، إذا لا يقبل. 25، تقبل القسمة على 4؟ لا، إذا لا يقبل. 82، تقبل القسمة على 4؟ لا يقبل، بضل عندي باقي. إذا قابلية القسمة على 4 عندما تكون أحاد وعشرات تقبل القسمة على 4. إذا كانت أحاد وعشرات تقبل القسمة على 4، إذا لا يقبل القسمة على 4.
الآن نيجي لقابلية القسمة على 9. يقبل عدد القسمة على 9 إذا كانت مجموع أرقامه تقبل القسمة على 9. باجي بجمعهم، يعني 1+8=9+3=12+6=18. إذا 18 فعلا تقبل القسمة على 9، لأن 18 على 9 يساوي 2 والباقي 0. إذا يقبل. الآن عندنا هون مثال جدول بدنا نعبي. عندي 732. هسا أنا باجي بحكي بدي قابلية القسمة على 6، ما بزبط على 6، على 2 لحال وعلى 3 لحال. باجي بحكي على 2 هي 1 و2، إذا يقبل بحط صح. على 3 مجموع أرقامه 3+2 5 زائد 7 7+5 12. ال 12 تقبل قسمة على 3؟ نعم. إذا بما إنه صح وصح إذا يقبل قسمة على 6. نبقي نيجي نحط خانة صغيرة. هاي هيك صح وهي هيك صح. 76. الأحاد عندي هون 6. تقبل القسمة على 2؟ نعم. 6+7=13. تقبل القسمة على 3؟ لا. عندي صح وخطأ إذا لا يقبل القسمة على 6. طيب نيجي للأحد هون 6. تقبل القسمة على 2؟ نعم. مجموعها نشوف تقبل القسمة على 3. 6+9=15+3=18. تقبل قسمة على 3؟ نعم. بما أنه التنتين صح إذا صح. باجي هون 5 لا تقبل قسمة على 2 لأنها أحدها فردي وليس زوجي، أحط خطأ. 5+4=9. 9+4=13. 13 تقبل قسمة على 3؟ لا. خطأ وخطأ خطأ. ولو في بس عندي خطأ واحد، واحدة صح برضو بتضل خطأ. نيجي لقابلية القسمة على 4. باخذ أول رقمين 32. تقبل قسمة على 4؟ نعم فيها 8. 76 أحد وعشرات. تقبل القسمة على 4؟ لو جينا حكينا نيجي نتأكد منها هون على 4. 7 كم 4 فيها؟ 1 ناقص 7 ناقص 4 3 تنزل على 6. 36 على 4 في عدد بضربه بأربعة بيعطيني 36. لا، 4 × 8=32 وأربعة في 9 بتساوي 9. 9 × 4=36. أهم شيء يضل الباقي عندي صفر. أهم شيء يضل عندي الباقي صفر. إذا تقبل القسمة على 4 بما إنه الباقي صفر. طيب 96 تقبل القسمة على 4 أو لا؟ هي هيك 96 لأنها أحاد وعشرات. نعم تقبل القسمة على 4. نتأكد عشان منها بالراجع القسمة الطويلة. 9 × 4 فيها 2. 2 × 4=8. 9 − 8=1 بنزل 6. 16 كم 4 فيها؟ 4. 4 × 4=16 بضل الباقي 0. إذا عندي هنا إذا تقبل. هلا 45 تقبل القسمة على 4؟ لا، بضل عندي باقي خطأ. نيجي قابلية القسمة على 9. قابلية القسمة على 9 زي ما حكينا هون يقبل عدد القسمة على 9 إذا كانت مجموع أرقامه تقبل القسمة على 9. 7+3=9. 9+2=11. إذا لا تقبل. 6+7=13. إذا لا تقبل. 6+9=15+3=18. 18 تقبل قسمة على 9؟ نعم، لأنها 2 في 9. 5+4=9. 9+4=13. لا تقبل قسمة على 9. إذا كمان مرة يقبل العدد القسمة على 6 إذا كان يقبل قسمة على 2 وعلى 3 معا. يقبل قسمة على 2 إذا كانت 1 و0 2 4 6 8 زوجي، ويقبل قسمة على 3 إذا كانت مجموع أرقامه تقبل قسمة على 3 دون باقي أو موجودة في جدول الثلاث. قابلية القسمة على 4 لازم تكون أحد وعشرات وموجودة في جدول 4 أو تقبل قسمة على 4. قابلية القسمة على 9 بقبل عدد القسمة على 9 إذا كانت مجموع أعداده تقبل القسمة على 9 أو موجودة في جدول
التسعة أو موجودة في جدول التسعة. ويعطيكم العافية حبايبي.